قام مفتشو الرقابة على المصنفات بحملات مكثفة على أسواق الكاسيت لضبط ومصادرة شريط حلاوة زمان الذي طرحته الشركة المنتجة للبيع دون الحصول على ترخيص الرقابة، ويحتوي على توزيعات لأغاني عبد الحليم وعبد العزيز محمود وآخرين برؤية جديدة لحميد الشاعري يؤديها كورس. بماذا تفسر إصرارك على تنفيذ مشروعاتك الفنية رغم أنف الجميع، الرقابة والملحنين القدامى؟ والله يعني أنا موجودة عندي موافقة كل الملحنين والمؤلفين، موجودة معنا. أنا أقول لحضرتك حاجة، اسم الشريط حلاوة زمان، يعني اسمه حلاوة زمان. يعني ممكن والدي ما بيكونش بيسمعني، والدتي. طب ازاي اخليهم مثلا يسمعوني كموزع؟ فبجيب اغنيه مثلا زي مثلا في حلو زمان، اغنيه اسمها اولا. انا عايز اقول حاجه، ان الموافقات كلها عندنا ومتصرح من رقابة الشريط ونزل للاسواق، يعني ده الكلام برضو اول مره اسمعه. الاصرار ان انا حاب، اذا ما كانش والدي والدتي حابين، انا حابب اللحن ده وعايز اقدمه بصوره جديده. مش عارف في ايه، يعني في ايه لما العمل يقدم بكذا صوره، عمل بقاله 50 سنة ليه ما يتطورش؟ وده موجود وده ايه، في ايه؟ ما كل العالم كله بيطور وبيحدث. يعني في اغنيه اللي هي ناتالي كول بنت نات كان كول، اللي هو مطرب امريكي قديم مات في يعني قديم قوي. في اغنيه اسمها انفورجيتابل متغنيه من 50 سنة بصوت والدها، او الاربعينات بصوت والدها، ابوها الله يرحمه المتوفي. جيت هي في التسعينات اخذت نفس الاغنيه دي وفصلت صوت والدها وعملتها دويتو ما بينها وما بين والدها ابوها. ونجحت نجاح باهر، مع ان الاغنيه برضه كانت ناجحه، بس هي قدمتها بوجهه نظر ثانيه. وبعدين تعدد وجهات النظر ده بيطور الاذواق. اسمع هنا واسمع هنا، لا حميد غلطان في دي، لا القديمه احسن في كذا. بيبقى في شيء من الحوار بيبقى تثقيف للاذن المستمع، يعرف حميد اضاف ايه او ضر في ايه، او ده شيء كويس يعني. فدي كان الغرض منها، ده الغرض من ان انا بصر على ان العمل لازم يقدم بكده. لو صيغه الخبر ما كانتش مظبوطه، هو اللي حصل ان احنا اتفقنا على اساس، اتفقنا يعني خلي بالك من كلمه اتفقنا دي، يعني دي عشان يجد تحتها كم خط. استدعاني الاستاذ مجدي العمروسي ربنا يعطيه الصحه، وقال لي سمعت ان انت عندك فكره فصل صوت عبد الحليم وتقدمه بتوزيعات جديده غير الالحان الجديدة. كلمة توزيعات غير كلمة ألحان. لو افترضنا ان انا اخدت صوت عبد الحليم وفصلته وخليت صوت عبد الحليم بس الله يرحمه، انا كنت ممكن اقدمه مثلا بجيتار، اقدمه ببيانو، اقدمه بوجهة نظر، بقول كمثال يعني. لو فشلت ما هو نجاح للناس، لو نجحت ما هي نجاح برضه لهم، ونجاح كجيل جديد. وعبد الحليم ما هيفضل عايش لاجيالنا ولاجيالنا ولاجيالنا بوجهه نظر مختلفه تماما، يبقى وجهه النظرين موجودين، وليه لا يعني؟ ايه اللي فيها؟ يعني النجاح كله عائد للملحنين الاصليين مش لنا احنا. دلوقتي الحب مثلا، او صفه الحب او مشاعر الحب، بصدق انا بكلمك بصدق، لما كنت في الجامعه لو قاعد مع صديقتي او حبيبتي مثلا واقول لها يوحشني وانت قصاد عيني، بالفعل هتضحك عليا، بالفعل ده كان بيحصل. انت بتميس عليا ولا ايه؟ يوحشني وانت قصاد عيني، ما انا ما اقدرش اغني لها اغاني. مع احترامي ده كان في وقتها ممتاز والى الان ممتاز، بس احنا كجيل ما نقدرش. دلوقتي في قايمه وفي مش عارف ايه وفي الحاجات دي، هتروح وانت هتمسك كذا وانا هصرف على البيت وكذا وانت تمسك. ده في شيء اختلف في مشاعر الحب، فانا بنتمي للجيل ده، انا بنتمي له. يعني احاسيس الحب بالنسبه لنا بقت ابسط بكتير، لازم يكون في توافق فكري.
يعني زمان كان ممكن يبقى فيه ان المراه تتجوز راجل ما شفتهوش او يعني الاهل يعني كان موجوده الاعداد دي للاسف يعني. بس دلوقتي لازم التوافق الفكري ما بين الحبيبين، وده اهم شيء وده اللي بنعبر عليه احنا. يعني مثلا لما اكلم حبيبتي بقول لها مثلا اجابت عليا اسبوع وجيت هقول لها بعيد عنك حياتي حزب، ده شيء ممتاز، كلام في منتهى الرقه والمعاني فيه عاليه جدا. بس دلوقتي في جيل ما نقدرش نقول الكلام ده، يعني هيبقى يعني في مش عارف شو بقول لك، في هتقولي انت بتجاملني زياده عن اللزوم او بتميس عليا او بتضحك عليا، ده بالفعل ده بالفعل حاصل. لكن لما اقول لها مثلا ايه الطعامه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يا البدر عزل على البدر عزل على الارض، يعني كلام بيبقى فهمت ازاي؟ بيوصل بسرعه، وده فعلا ده جيلنا احنا.